من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين العمياء وآذانا صماء وقلوبا ألفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا حين اختار لنا دينه، وحين اختار لنا دينه، وحين اختار لنا لنكون أتباعا لنبيه، وحين اختار نبينا لنا قدوة. هذا الاختيار العظيم جدا الذي يقول عنه تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسل الناس. هذا اصطفاء الله عز وجل لهذه الأمة، أن يختار الله لها هذا الدين العظيم، الدين الجامع لكل منزل من عند الله عز وجل. فعلى مدى التاريخ كله ما أرسل الله نبيا إلا لكل خاصة وبشرعة خاصة تتعلق بحال قومه خاصة. ثم جاء نبيا خاتم للعالمين، ليس لأمة دون أمة، بل للإنس والجن وسائر العالم، وجاء بشرعة عامة لكل هذا الخلق. جمع الله فيها كل ما نزل على كل الرسل. وفي هذا يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. لم يقل بحق، قال بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي جامعا لكل الكتب المنزلة لكل البيئة القائمة، نعم، ومهيمنا عليه وزاهدا عليه. هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم الذي اختاره ربنا، اختاره لا لنهمله ولا لنجهله ولا نعيش بغيره، بل جعله منهج حياتنا وحياة العالمين، بل أقوله أشد. رب العباد كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان، وكل الرسل جاءوا تمهيدا لهذا النبي الخاتم، وأخذ الله عليهم جميعا ميثاقا، إذا وحث النبي الخاتم أن يترك ما عندهم شرائع ويلزم ما عندهم شرائع. وفي هذا يقول الخالق تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق العهد؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرب العباد جعل من ذاته شاهد على هذا الميثاق مع كل الأنبياء: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بل بين تعالى أن هذا النبي وأمته معه أمة الإشهاد على كل الخلق، أقول على كل الخلق. النبي الذي كذ من يشهد له البلاغ؟ أمة محمد. لأن الله علمنا أحوال كل الأنبياء، وعرض لنا شرائع المنزل على كل الأنبياء، ودعانا للإيمان بكل الأنبياء وعدم التفريق بين الأنبياء. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك هم المؤمنون. نعم، هم أهل الإيمان، هم أهل هذا الدين، لا نفرق بين أحد من الرسل. فكل الرسل من يضل قومه ويأبوا الشهادة له يوم القيامة تشهد له أمة محمد. بل إن الأنبياء جميعا كل من يستشهد يوم القيامة يقول: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد. هذا ما نخطب جدا. وفي هذا يقول تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم من دين في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم، بل من أسماء النبي وصفاته الشهيد على هذه الأمة. بل رب العباد وصفه بهذا فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين من الفخير ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إنا أرسلناك شاهدا على ما يشهد، على ما يشهد. هذا محل التكريم الحقيقي، أنه بلغنا هذا الحق لنقيمه، لنحيا به، لندعو العباد إليه، لننشره بين العباد، حتى نكون شهود على كل من بلغناه. الشهادة ليست دعوة يدعيها العبد، إنما الشهادة أمام، في
في أعناقنا وفي عنق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهده وبذل وسعه من لحظة البعث إلى أن لقي ربه، ما ترك أمر صغير ولا كبير يحتاج إلى الخلق إلا بيانه، إلا بيانه 23 عام. والنبي يعطي بيانات مستمرة بأقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه وإقراراته، حتى صار كل صادر عنه دين ووحي وسنة متبعة. هذا معنى خطير جدا جدا. أعداؤه كثر يتربصون به ينتظرون ذمة له، تبعوه وسجلوا كل ما قال وما فعل وما أقر. هل وجدوا عليه مأخذا واحدا؟ 23 عام يا إخواني، عطاء بلا تواني، عطاء بلا ذلة، عطاء بلا خطأ، عطاء بلا اعتذار. ما فعل فعلا ندم عليه. لذا بين تعالى أنه موضع قدوة في هذا كله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، ثم بين تعالى ما هو أشد، أن أحواله كلها الصدر عن أفعاله وأحواله كانت أيضا دين، فقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فأقر الله عليه أقواله وأقر عليه أفعاله وجعلها الدين المنزل مع القرآن الكريم الذي به تقوم الأمم وبه تشهد الأمم وبه تستشهد الأمم وبه تنتصر الأمم وبه يسمى الناس. قال تعالى لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه تقدمكم، فيه رفعتكم. ولم يتكفل الله عز وجل، وهذا هو الشاهد، بكتاب منزل وحفظ إلى القرآن. أقول إلى القرآن، وهذه سنة جرت، كل نبي أعطاه الشرعة وكله وقومه بحفظها. وأن للإنسان الذي جبل عن نسيان أن يحفظ، ولو حفظها جيل لنسي الذي بعده. وفي هذا يقول تعالى عن آخر كتب منزلت التوراة، آخر شيء نزلت الإنجيل جاء مصدقا بها. وفي هذا يقول تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. السنة تأتى على طلب الفعل الفعل، بما استحفظوا أي بما طلبوا من حفظ كتاب الله. النتيجة حفظوها أم ضاعت؟ أين التوراة الممثلة؟ أين الإنجيل الممثل؟ مضت سنة الله في أن كل أصحاب شرعة سينسوها شاءوا أم أبوا، ستنسى حتى لا يبقى أمام الناس شرعة إلا الشرعة خاتمة. بل رب العباد يعلمنا أنه ما تكفل بحفظ شرعة غيره، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد الآيات خشية أن يكلف بكلف به الأمم علينا جمعا جمعا فيما في صدرك، في صدور أصحابك، في صدور أتباعك إلى كم ساعة. إن علينا جمعا وقرآنا اقرأه للناس، القومي والعالم والمتعلم والعربي وغير العربي، الكل ينطق القرآن والكل يتلو القرآن والكل يشرب القرآن. وإن لم يعرف من لسان العربي يعرف. من الذي أقرأ العباد؟ من الذي حفظ الكتاب العباد؟ تكفل الله بحفظ الشرع. بل يذكر لنا معنى طريف حين يجمع بين أذكر البشر وهو آدم عليه السلام، وآدم صاحب الدين والتشريع، أذكر البشر، علمه الله الأسماء كلها فحفظها ما أفلت منها واحد، واحتفظ بها سنين. قال تعالى وعلم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم صفة في عطف مع الترحي بعد زمان من تعلمه إياها، جاء الاختبار، فدل على حفظه وعلى احتفاظه بالمحفوظ. ومع قوة آدم وهو أذكر البشر ذاكرة، رب العباد لما عهد البشرية نسيت. ولذا يربط الله تعالى بين حفظ القرآن وبين نسيان أذكر البشر، وأول حتى تبقى فينا حجة إلى قيام الساعة. بل لما نزلت كان الخلق جميعا ينتظرونها، الإنس، الجن، الملائكة كانوا ينتظرون نزول هذا التشريع الذي كتب في اللوح المحفوظ، وكل الأديان المنزلة جاءت مقدمات الله وتمهيد له. الكل ينتظر هذا، حتى أهل الكتاب كانوا يظنونه أنه واحد منهم، وكانوا ينتظرون الملقاته الذي بشر به كل الرسل وكل الأنبياء، حتى إنهم ذكروا هذه الفرية. والنبي في حدثة بعثته في مكة قالوا يدعي محمد أنه ملقاته،
النبي الخاتم عندنا له خصائص، منها أن الله يكرم ذوي الشرع، لأن أنبياءنا علمونا أن بيننا وبين النبي الخاتم دجالون كسر. علامة صحة النبي الخاتم أن يكمل الله له الشرع، يجمع له كل الشرائع، وأن يتم عليه النعم. القرآن سدد هذه الفرية وبين أنها ليست فرية، هم أرادوا التشويش على رسول الله لكنها حقيقة. فقال تعالى: ولو تقول عليه بعض الأقاويل، لو قال هذا الكلام غير الذي علمناه لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوريد الذي يوصل الدم إلى قلبه، فما منكم من أحد عن حافزه. فلما اكتملت الشرع وتمت النعمة نزل قوله تعالى: اليوم يأس الذين كفروا بالله، يأسوا من أن يكون ابن الخاتم غير محمد، يأسوا من أن يكون كمال الشرع لغير محمد، يأسوا من أن يكون هناك شرعة ليس في القرآن فيها بيان، يأسوا من أن يكون هناك شبهة ليس في القرآن رد عليها، يأسوا من كل هذا، يأسوا من أن ينال القرآن شيء أو يغير منه شيء أو يمنعه من وصول الناس، يأسوا من كل هذا. اليوم يأس الذين كفروا بالدين فلا تخشوهم واخشوهم، سيحول المعركة من حرب على الدين لحرب على حملته، لذا قال: فلا تخشوهم واخشوهم. ثم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال: عند الدين أكملت وعند النعمة أتممت. والشيء الكامل لغة الإخواني ما كان كاملا من أصله ولم يطرأ عليه النقص بحاله، والشيء التام ما تم بعد القصار. فقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت لكم الشرعة الكاملة التي وضعتها البشرية قاضبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما نزلت إلا على الخاتم، وسنتكفل بحفظها إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت لكم الدين الكامل الذي لا نقص فيه ولن يطرأ عليه النقص بحاله. كل مؤامرات أهل الأرض لتغيير عرف ما استطاعوا، لأن الله حفظه في الصدور وحفظه على الصدور، فكيف ينال منه والصدور وعت؟ كم من نسخ طبعها أعداء الله ووزعوها في بلد المسلمين فيها أخطاء وفيها ذلات، كلما مرت على قال ولو وصيت خالفت الآية التي يحفظها قالت: معها في النسخ واحرقوها. مليارات النسخ طبعت خطأ، ومليارات النسخ كلها حرقت وبقيت النسخة الأصلية ثابتة لا ينال منها بشيء. هذا معنى خطير جدا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية جاء أحد أحبار يهود إلى عمر بن الخطاب قال: يا ابن الخطاب، آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معاشر يهود لجعلنا من يوم نزولها عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكبر عمر قال: الله أكبر، والله أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله بيوم عرفة، ورسول الله واقف بعرفة، وجعل الله هذا اليوم يوم عيد. ندرك هذا المعنى. في هذا الموقف المهيب رسول الله بلغ، وكان أقصى موقف تجمع حول النبي هذا الكم الكبير من البشر، وإذا به يخطب فيهم خطبة الجامعة ليجمع لهم معالم الدين كلها، ثم يقول: أيها المسلمون، إنكم ستسألون غدا عنه يوم القيامة، فماذا أنتم خير؟ قالوا: نشهد رسول الله إنك بلغت، بلغت الدين آية آية، كلمة كلمة، حرف حرف، معنى معنى، حكم حكم، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر بن عبد الله رواه حديث صحيح مسلم: فرفع النبي اصبعه الى السماء ونكته ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا موضع الاشهاد، اشهد اني بلغت، اني بلغت هذا الدين كامل، ما تركت حرف ولا عطلت حرف ولا اخذت حرف ولا كتبت حرف. تقول لامنا عائشه: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القران لكتب قوله تعالى: واذ تقول الذي انعم الله عليه انعمت عليه امسك عليك زوجك واتقوا الله، لكن رسول الله ما فعل هذا ولم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. اذا يدرك هذا المعنى، بل رب العباد يبين تثبيت النبي فقل: ولولا ان ثبتناك لقد كدت مش تغير اجره تركب، يعني تثبت عن شيء من باطلهم ولو قليل، لقد كدت تركب اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك مصيرا. ويبين له عقوبه هذا الترك، فيقول: يا ايها الرسول، بلغ ما نزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. معنى شديده جدا،
والنبي يخاطب حتى يقوم بهذا البلاغ الكامل، وقد قام وقد أدى. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: ما تركت أمرا أي صغير ولا كبير يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت أمرا يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشلت. بلغ بلغ، وفي هذا علينا عدد الشهادة. ما منا واحد إلا وصل من كتاب الله، أليس كذلك؟ ما منا واحد إلا علم أن أمامنا أو عندنا مسجل ومسطر الآن على التليفونات وعلى الجوالات وعلى الكمبيوترات وعلى الأنباد، ها سنة رسول الله مكتوبة ومصانة وحفظها الله بجهامزة، بذلوا الغالي والنفس في سبيلها، علماء أبدان رجال فحول بذلوا الغالي والنفيس ليرتقوا بنصوص الأحاديث. كم ضحى أجيال من المسلمين في سبيل جمع هذه الأحاديث. كان رجل منهم مسافر مسيرة شهر ليأتي بحديث بإسناد عالي، ليأتي بنص حديث حتى يكتب عنده في كتابه. جمع لنا هذه الأحاديث وصارت بين أيدينا حجة علينا لا نقرأها، وهذه كارثة. كيف يقيم دين الله من جهله؟ دين الله إخواني قال الله قال رسوله ليس له دين آخر. ليس دين الله ما يأتيه المسلم لأنه مسلم، ما يبنيها عليه عقله وما يبنيها عليه عرف قومه ليس الدين. الدين نص قال الله قال رسوله، عندك نص في أي كانت تفعله فأنت على الحق، حرمت النص فأنت على غير الحق. الحق قال الله قال رسوله ولا حق في غيره. قال تعالى: وكان الحق من ربكم. لكن لم نماذج وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لذا امر الله باتباعه في كل ما قال وفعل. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نصوص قرانيه صريحه جدا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ندرك النبي هذا موضع اشهاده لنا انه بلغنا الكتاب وبلغنا السنه واقام علينا الحجه في كل ما جاء به. جهلنا به مسنه وتضييعنا له اشد له اسد من المصاب. هذه كارثه كبيره جدا ان امه محمد لا تقيم دين ربها. فعلى اي اساس نشهد على العباد؟ اننا اريناهم من اخلاقنا ومن اقوالنا ومن افعالنا ما يحملهم على طاعه ربنا. القران كما جاء في الحديث حجه لك او عليك. حجه لك ان اقمته، حجه لك ان بلغته، حجه لك ان اعنت العباد على معرفته. حجة لك أو عليك أو عليك. وهذا محل سؤال يوم القيامة، سنسأل عن القرآن وسنسأل عن السنة. قال تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يا معشر الجن والإنس خاطب الكل بلا استثناء، ألسنا من الإنس؟ ألسنا من الإنس؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزلونكم لقاء منكم. ماذا تقول؟ يأتيك السؤال الثالث: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ماذا تقول؟ يأتيك السؤال الثالث: ويوم الدين فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أي نصوص الكتاب فعلت؟ وأي نصوص السنة أديت؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ثم يأتي السؤال الرابع: حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلمها؟ تخالف أوامر الله ورسوله بجهل، لم تقرأ ولم تتعلم ولم تنفذ. فذم الله الجهل فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا. الجهل مصيبة كبيرة جدا، فدين الله لا يقيمه من جهل. اعلموا هذه الحقيقة إخواني. ولذلك قضية الإشهاد أخطر قضية أرخت رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا اليوم بلغ، غدا سيقف بين يدي الله شهيد عليه. نشهد أنه بلغت وأديت، سنسأل ماذا فعلنا بما بلغنا؟ ماذا أدينا بما بلغنا؟ لذا يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في آية كتف على هذا يقول عمر بن مسعود قال لي النبي يوما: يا ابن مسعود اتل على القرآن. قال: يا رسول الله أتلوه عليك وعليك ونسك؟ قال: أحب سماعه من غيره بأبي أو أمي. قال: فتلوت عليه صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى قوم عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء بشهيد؟ من هؤلاء؟ كل أمة. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا.
يقول ابن مسعود فلما وصلت الى هذه الايه اذا النبي يقول حسبه فنظرت اليه فوجدت انه مع رسول الله قد اغرقت لحيته وثيابه. يمشي سيواجه امته بهذه المواجهه القيامه. ماذا نقول لعز وجل وماذا نقول غدا لرسول الله؟ اخواني اذا قضيه خطيره جدا، وهذا موضع اشهاد اخر. يسلي المسلم اذا مر على اي انسان يقول بلغناك. لو قلنا هذه الكفار الان اما نجد الاف المكذبين لنا؟ اين بلاغنا للخلق؟ اين تعليم للناس؟ اذا كان ابناؤنا يجهلون الاسلام فكيف يتعلم غيرهم؟ اخوه الايمان كل مسلم منا مطالب ولو عرف ايه واحده ان يبلغها، حديث واحد يبلغها. قال صلى الله عليه وسلم من رحم امرا رحم الله امرا سمع مقالته في حديث فوعاها فأداها كما سمعها فقط، نقل حديث سيغير قول عن نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية فرب مستمع أوعى مبلغ، لعل الله أن يفعل بالآية غيرك أكثر منك. بلغ انشر الحق، فنشر الحق غاية وإعلام الخلق بالحق غاية. متى نقيمها؟ متى نتحرك لله؟ متى يكون همنا في بلاغ هذا الحق الخلق؟ كم واحد منا جعل هذا الامر هاما؟ الصحابه اخواني ما ناموا منذ ان علموا الحق، نشروا الدين في كل الارض، بذلوا الجهد والارواح والانفس والدماء في سبيل ان يبلغوا هذا الحق. كم صحابه استشهد في سبيل بلاغ الحق؟ كم صحابه اصيب؟ حتى الذي لم يستشهد اصيب، يعني من اكثر من جاهد. كان خالد بن الوليد يقول غزوت 55 غزوه وفي النهاية مات على فراشه، مات على فراشه وهو يقول لحظات احتضاره غزوت 55 غزوة ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بساتر وها أنا ذا أموت على فراشه كما يموت البعير. فلا نامت أعينك ولا الذين غلب عنهم أوف فسكتوا عن ملك هذا الحق. مصيبه كبيره جدا. لا نامت قاعد كمان دعاء على كل جبال عطى الذين الله عز وجل تختفي بهذا القدر حول هذا المعنى، والا فمعنى اشهاد كبير ليس هذا تفصيله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا على من؟ علينا جميعا وعلى الناس جميعا بشهادتنا على الناس، فمتى نكون شهداء على الناس؟ اسال الله ان يرضى بحكم دينه واخذ بنواصينا لكم الحق وارزقنا لكم حسن بلاغ الحق وتعليم الخلق ما حيينا، وتوبوا الى الله جل وعلا. السلام عليكم. الحمد لله ثالث الحمد ميسر الصحه وفرج الكروب وهب العطايا كشف البلاء وقول سبح الاعراض وحمده والملائكه عن كل فضل لا اله الا هو على كل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نبيا محمدا عبد الله الأنبياء بعد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله، اليوم يوم سعة وفي وسعنا أن نبلغ وأن نراجع وأن نستغفر وأن نتوب وأن نندب، لكن غدا أمر قد ينتهي الأجل وسنصرخ ونتمنى أن نعود. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيكم. سنتمنى العودة ساعة لحظة لنقيم فيها كلمة الله، لنؤدي فيها طاعة لله، لنقيم فيها حكم احكام الله. هذا معنى خطير جدا. قبل ان نندم وقبل ان نصاب باعظم مصاب، فالخسران الحقيقي ليس خسران الدنيا ولا المال ولا الكنوز، انما الخسران الحقيقي كما قال تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. الخسران الدنيا والقيامه حين نقف بين يدي الله ولكن انفسنا سفر لديه، ليس عندنا ما نحاجز به ولا ما نجادل به كما قال تعالى يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقصه ان هذا الوقت ليس وقت مراوغه ولا وقت كلام، فانت بين يدي الواحد الديان الشديد على كل الامام الذي لا تخفى عليه خافيه، واحداث يوم القيامه اشد منا ومنك لان الاهوال فيها كبيره جدا كما قال تعالى يعني فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيئا.
من هول هذه الأهوال التي يقع الرضيع الذي لم يذنب ذنباً واحداً في حياته من هول أهوالها يشين يشين. فكيف قد تقول إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً. وفي هذا يقول الشاعر: مثل بقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء الهدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين أسيروا، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجليل بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، كيف المقيم على الذنوب دهور. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتنا. اللهم إنا نعتذر إليك من ذنبنا وقصورنا. اللهم اغفر لنا إلى الحق ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا حتى المقدم وحتى المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أدخلنا إلى الحق وأنت التواب المتوب. اللهم تب علينا المتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضاها وترضى بها عنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وفرقنا بعد معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا بنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه لكربا الا قضيت رسولها برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله الا الله من بعد احسان ذات القربى وغيرها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعلمكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروا لكم واكثروا من الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم.